أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء من بهذه الرسالة من أبو هشام محمد، يقول فضيلة الشيخ، هل يلزم للمرأة المسلمة أن تغطي الرأس عند قراءة القرآن الكريم وهي في منزلها؟ لا يلزم، إذا لم يكن عندها أحد من الرجال غير المحارم فلا تغطي رأسها، ما يلزم تغطية رأسها لتلاوة القرآن، بل تقرأ وهي مكشوفة الرأس، إنما التغطية إذا كان عندها رجال غير محارم.